تفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. شلونك شيخ وليد؟ شلون صحتك؟ والله بخير حال الحمد لله. أنا أحمد من العراق. علولنا السماعة اللي جوه شوية بس يا أخوي. تفضل يا أستاذ. أنا أحمد من العراق. تفضل يا أستاذ أحمد، ما أسباب نزول سورة التحريم من الكتب الشيعية؟ حبيبي وليد، أنا شيعي وأنا سني. وقلبه طافر من الشيعة. قلبك طافر من الشيعة؟ والله عندك حق. اي بالله، يعني اعكفهم جماعتي، اقعد وياهم اسولف وياهم ما يجوا وياهم. نعم يعني واحد قضيت واحد سالته اوكي نعم، ولو طول عليك، قلت له يابا، قلت له ابوك من يزوج امك شريفه؟ قال شريفه. قلت له سال عليها؟ قال سال على اصلها فصلها. اسمعنا وليد ايوه شيخي. سمعت. اي قال امي اخذها ابوي سال عليها. قلت له ابوك سال على امك وتزوجها، بس رسول الله ما يسال. يعني رسول الله غلطان؟ حاشا لله. أعوذ بالله. قلت له زين، بس والله ينزل عليه وحي، وانت عندنا هم عتبوا اعلام الغيب ما يدري. بالسيد عائشه تطلع على الامام علي؟ نعم ولو مو موضوع هذا، مو موضوعنا وليد، وطول عليك. يعني انا عندي اشتغل بيها، فيصعدون يعني بيها ناس متفهمه شيخ وليد، وبي غبي غبي ما يفتهم. اللهم سهل، ربنا يهديهم يا رب، ربنا يهديهم، ربنا يهديهم. شكرا ليك.